أسعد الله أوقاتكم مشاهدين هذه نشرة الأخبار من قناة الغد المشرق. أعلن عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح خلال ترأسه في مدينة الخوخة اجتماعا للمجلس المحلي عن إعادة حشد القوات وفق خطة مجلس القيادة الرئاسي لتحرير اليمن من ميليشيات الحوثي الإنقلابية. خلال ترأسه اجتماع للمجلس المحلي في مدينة الخوخة، وجه نائب رئيس المجلس الرئاسي رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية العميد الركن طارق صالح رسائل حاسمة للحوثيين، حيث أعلن عن إعادة حشد القوات وفق خطة مجلس القيادة الرئاسي لتحرير اليمن من الميليشيات الحوثية الانقلابية. وتطرق العميد طارق صالح إلى مجمل التطورات والأوضاع في المناطق المحررة بالمحافظة، وأشار إلى المعاناة التي يكابدها اليمنيون تحت سيطرة الميليشيات الحوثية وتسلطها وقمعها لكل من يرفض البقاء تحت عباءة مشروعها الطائفي المتطرف، وشدد على أهمية دور السلطة المحلية في خدمة السكان وتوفير الخدمات لهم وضرورة توظيف الموارد والتواصل مع الوزارات ومؤسسات الدولة المركزية لخدمة أبناء محافظة الحديدة وتنمية المناطق المحررة. وأوضح أن الخوخة تعتبر اليوم من أهم مديريات الساحل الغربي وتحتاج إلى المزيد من العمل المشترك بين الجهات الرسمية وأبناء المديرية لتنميتها. شهيد هيثم بري كان من أبطال حراس الجمهورية وفدائي تهامها الأبطال الذين ضحوا بحياتهم في معركة الانتصار لكرامة الإنسان اليمني ومن أجل تحرير الحديدة وتهامها. سنعمل كلنا يدا واحدة وصولا إلى صنعاء بإذن الله. وسبق للعميد طارق صالح أن زار مخيم الجشة بمديرية الخوخة وتفقد الأسر المتضررة جراء الحريق الذي اندلع في المخيم واطلع على المعالجات التي اتخذت لإغاثة الأسر المتضررة، ووجه خلية الأعمال الإنسانية في المقاومة الوطنية بتكثيف الدعم الإغاثي والإنساني للأسر المتضررة. كشفت الأمم المتحدة حصيلة ضحايا ألغام ميليشيات الحوثي خلال 6 شهور من الهدنة التي انتهت في 2 أكتوبر الماضي. وقال مكتب الشؤون الإنسانية في اليمن أوتشا إن عدد الضحايا المدنيين ازداد بنسبة 20% تقريبا مقارنة بالأشهر الستة السابقة حتى بلغت أكثر من 340 مدنيا. وأشار التقرير إلى أن الهدوء في القتال سمح للمدنيين بالتحرك بحرية أكبر مما زاد من تعرضهم للألغام الحوثية والعبوات الناسفة. انتقد الشارع اليمني ما وصفها بالمواقف الناعمة من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة تجاه إرهاب ميليشيات الحوثي واستهدافها لمصادر الطاقة من دون عقوبات أممية أو دولية تردعها. نكث للمواثيق والهدن وغضب شعبي متنام سببه تهاون أممي تجاه ميليشيات الحوثي وصف بالمواقف الناعمة، هكذا يرى المراقب والمواطن حال مسار السلام في اليمن. شواهد تترجم هذا التهاون الأممي والمواقف الناعمة تجاه الميليشيات الحوثية من خروقاتها المتكررة وتصعيدها ورفضها تجديد الهدنة من دون موقف حازم من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة، من ضمنها ما حدث في 2016 بعد مفاوضات 100 يوم في الكويت وبحضور تمثيل دولي، حيث أعدت الأمم المتحدة خريطة طريق للحل السياسي النهائي في اليمن وقعت عليه الحكومة اليمنية ورفضتها الميليشيات بناء على تعليمات إيرانية، كما أنها رفضت مقترح المبعوث بتمديد الهدنة المنهارة وتوسيعها في ظل سعيها لابتزاز الحكومة الشرعية للحصول على مكاسب اقتصادية وسياسية وتهديدها باستمرار شن الهجمات الإرهابية على موانئ تصدير النفط في المناطق المحررة، آخرها بناء الضبة بحضرموت وقنا في شبوة. ونتيجة لما وصفت بالمواقف الناعمة من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة تجاه التصعيد الحوثي باستهداف موانئ تصدير النفط، أصدرت هيئة رئاسة البرلمان اليمني بيانا دعت فيه إلى استئناف العمليات العسكرية ردا على هذا التصعيد، وهو الخيار الذي لا يستبعد مراقبون أن يعود إلى الواجهة في حال عدم توصل الجهود الأممية والدولية إلى حل سياسي يقنع الميليشيات باختيار مسار السلام. ويرى محللون سياسيون أنه يجب دعم الخطوات الحكومية عبر إدراج الحوثي على قوائم الإرهاب الدولي
وتفعيل الاتفاقيات والبروتوكولات الموقع مع الدول العربية والغربية المتعلقة بهذا الشأن، ومن ثم القيام بإلغاء أي تمثيل للحركة في الخارج ومطاردة أعضائها وعدم السماح لهم بإقامة فعاليات على غرار ما يتم التعامل به مع الحركات الإرهابية مثل داعش والقاعدة. كل هذه الشواهد تعطي دلالات واضحة أن المجتمع الدولي يتعامل مع هذه الميليشيات بتراخي، مما يعقد من عملية السلام ويعمق من آلام الشعب اليمني من دون عقوبات دولية أو أممية تجبر الميليشيات على العودة إلى عمليات السلام. أعلن الاتحاد الأوروبي تخصيص مبلغ 35 مليون يورو للمساعدات الغذائية للفئات الأشد ضعفا في اليمن، وذكر أن ذلك يأتي ضمن مساعدات غذائية بقيمة 210 ملايين يورو سيقدمها الاتحاد للفئات المحتاجة في جميع أنحاء العالم. قال الاتحاد الأوروبي في بيان نشرته بعثته لدى اليمن عبر تويتر إنه خصص مبلغ 35 مليون يورو لليمن ستقدم من خلالها مساعدات غذائية إلى الفئات الأكثر ضعفا في شمال وجنوبي البلاد، وذكر أن ذلك يأتي ضمن مساعدات غذائية بقيمة 210 ملايين يورو سيقدمها الاتحاد للفئات الأكثر ضعفا في جميع أنحاء العالم. المفوضية الأوروبية أوضحت في بيان أن انعدام الأمن الغذائي وصل في عام 2022 إلى مستويات غير مسبوقة من حيث الحجم والشدة، حيث يعاني 205 ملايين شخص على الأقل حاليا من انعدام الأمن الغذائي الحاد ويحتاجون إلى مساعدة عاجلة. وأضاف البيان: لا تزال اليمن وأفغانستان وأثيوبيا ونيجيريا وجنوب السودان والصومال معرضة لخطر المجاعة، وعلى مدار العامين الماضيين شهد العمل الإنساني في اليمن قيودا من قبل الميليشيات الحوثية على تحركات الموظفين المحليين في المنظمات الإغاثية، كمنع تحرك أي موظف محلي إلى خارج صنعاء أو مناطق سيطرة الحكومة إلا بعد الحصول على تصريح مرور مسبق من سلطة الإنقلاب، ومن يعترض تلك القيود يعرض نفسه للاستجواب والاعتقال، وهما أثر على تقليص منح الداعمين. هذه الأفعال تأتي في ظل سلسلة من الجبايات والأتوات واختلاس الأموال المحصلة من قطاعات الدولة الإيرادية، الأمر الذي يعتبر استباحة للمال العام. عقد المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب مؤتمرا استثنائيا بهدف تعزيز قرارات الاجتماع التنظيمي الموسع وإقرار الرؤية السياسية للمجلس للمرحلة القادمة. تحت شعار معا من أجل تعزيز الوفاق الوطني الجنوبي، انعقد اليوم المؤتمر الاستثنائي للمجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب في العاصمة عدن. نجتمع اليوم من كل بوادي ومناطق جنوبنا الحر، من المهرة حتى باب المندب، ويشاركنا في هذا الاجتماع الكثير من صناع الرأي ومنظمات المجتمع المدني وآخرين يتابعون عن بعد، يمثلون الكثير من التوجهات والمؤسسات. ولذا نجدد تأكيدنا الكامل على القيم والمبادئ العظيمة لثورتنا التحررية. مؤتمر الاجتماع الاستثنائي وقف أمام الوضع الراهن للمجلس، هذا الوضع الراهن الذي شهد فتورا وانهيارا حقيقيا للمجلس خلال 3 سنوات الماضية بفعل مركزية القرار بيد رئيس المجلس المقال، وأيضا بفعل بعض القرارات الخاطئة. كما أكد رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري عبد الرؤوف السقاف على ثقته الكاملة بالتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في تحرير باقي المحافظات والمناطق المحتلة. أكيد اليوم أن القضية الجنوبية والحراك الجنوبي ليس ملك الأشخاص ولا ملك المكونات ولا شيء، هو ملك لكل من ناضل في سبيل تحقيق هذا الكلام. اليوم عندنا جزء من التغيير سنة الحياة التي نمارسها في تبادل الأدوار وإعطاء الفرص للجميع من ناضل في هذا المجال. نحن نعتبره يعني تقريبا تصحيح الحركة الثورية للذي يعني في العاصمة عدن وفي الجنوب بشكل عام، من حيث الإقصاءات، تم إقصاء الرعين الأول بالحراك والحركة الثورية
والأعضاء الفاعلين في الحراك ونحن نتطلع إلى استيعاب تلك القوة الفاعلة. المؤتمر خرج بنتائج تدفع باتجاه تجاوز كل المعوقات التي اعترضت سير عمل المجلس خلال الفترة الماضية لمد جسور التواصل لتوافق وتشاور جنوبي يهدف لتحقيق وحدة الصف لمناهضة مشاريع الإرهاب والتطرف. فاتن اسكندر لقناة الغد المشرق، عدن. وقفت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماعها الدوري أمام مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية بالجنوب في مواجهة التخادم الحوثي الإخواني، وحيت الهيئة صمود القوات المسلحة والأمن الجنوبي في مواجهة هذا التخادم والتضحيات الجليلة التي يجترحها أبطال الجيش والأمن في الدفاع عن حدود الجنوب وحفظ أمنه واستقراره، وشددت على ضرورة العمل الجاد على وقف كافة التسهيلات المقدمة للميليشيات الحوثية المترتبة على الهدن السابقة. عقد فريق من الأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي اجتماعا مع المهندس رأفت علي الثقلي محافظ محافظة سقطرى، وناقش اللقاء جملة من القضايا التي تهم سقطرى أبرزها الاحتياجات والمعاناة التي تواجه المحافظة بسبب ضعف الإيرادات وقلة الموازنة التشغيلية وتوقف النقل وارتفاع تكاليف العيش. وأوضح الثقلي أن المحافظة تعاني من النقص في البنية التحتية خاصة في المباني الحكومية. استعرض المجلس الأعلى للطاقة في اجتماعه برئاسة الدكتور معين عبد الملك عددا من التقارير والمواضيع المدرجة على جدول أعماله، وناقش المجلس الأعلى للطاقة مقترحات توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي في محافظة حضرموت، وكلف وزارة الكهرباء والطاقة بالاعتماد على استشاري تقييم العروض المقدمة لمحطات التوربينات الغازية. ووقف المجلس الأعلى ووقف المجلس الأعلى للطاقة أمام مشاكل قطاع الكهرباء وسبل المعالجة السريعة لها. أقيم في مدينة تريم حفل فني وخطابي بمناسبة أعياد ثورتي 14 من أكتوبر وبحلول الذكرى 55 لعيد الاستقلال الوطني 30 من نوفمبر برعاية رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي. لأجل ترسيخ رمزية ثورة واستقلال شعب الجنوب في أوساط الجماهير وما قدمه الأبطال من تضحيات لعيش الأجيال بكرامة وحرية، نظمت الهيئة التنفيذية المساعدة لانتقال وادي وصحراء حضرموت بمدينة تريم احتفالا فنيا وخطابيا احتفاء بثورة 14 من أكتوبر وحلول عيد الاستقلال الوطني. الهدف من إقامة هذه الفعالية هو تجسيد روح ثورة شعب الجنوب بين أوساط الجماهير، وكذلك القيام بواجبنا ورحيل قوات ميليشيات المنطقة العسكرية الأولى الإرهابية. الاحتفال شهد كلمات خطابية تلخص مجريات أحداث الاستقلال، كما تخللته وصلات غنائية من الداني الحضرمي وقصائد شعرية ثورية ألهبت حماس الحضور. نحن مناضلي الثورة 14 من أكتوبر المجيدة نؤكد لأبناء حضرموت والجنوب وقوفنا إلى جانب القيادة العامة وعلى رأسهم القائد عيدروس محمد عيدروس قاسم الزبيدي وكل القيادات المناضلة في الجنوب. إن شاء الله تكون هذه الثمرة لاستعادة دولتنا إن شاء الله في القريب العاجل بعد التضحيات الجسيمة التي قدمها كثير من الشهداء والجرحى، وإن شاء الله نأمل إن شاء الله من الله العلي القدير أن يكون استقلالنا قريب في هذه الأيام القريبة. الهيئة التنفيذية المساعدة تسعى جاهدة من خلال الاحتفال بالأعياد المجيدة إلى تنشيط الروح الوطنية لدى الأجيال والتفاف الجماهير حول مواصلة السعي لأجل استعادة كافة ربوع الأرض الحضرمية وإدارة أبنائها لشؤونهم. محمد بحفين، الغد المشرق، تريم.
النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. بمناسبة اليوم العالمي للسكري، الرابطة الحضرمية تنظم فعاليات في مستشفى ابن سينا. من جديد أهلا بكم. ناقشت المنطقة الحرة والغرفة التجارية والصناعية في العاصمة عدن تداعيات التأثيرات الاقتصادية لقرار مجلس الوزراء رقم 29 بشأن تحديد حرم ميناء عدن ومساحاته التطويرية. وخرج اللقاء بالاتفاق على اتخاذ عدد من الإجراءات، وفي مقدمتها تشكيل لجنة مشتركة من المنطقة الحرة والغرفة التجارية والقطاع الخاص لمقابلة رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة لشرح الانعكاس السلبية للقرار على القطاع الخاص والذي يهدد مستقبل عدن الاقتصادي على حد تعبيرهم. نحن ما عندنا قضية معينة، نحن نتشاور فيما بيننا فيما هو يقلق القطاع الخاص مما يأثر على أعمال القطاع الخاص. قد تكون في قضية مقدمة أو قضية مؤخرة، لكن في الأخير مجمل قضايا القطاع الخاص يهمنا جميعا، لأنه مردوده على البلد، مردوده على التنمية، مردوده على الاستقرار. دشنت الرابطة الحضرمية فعاليات اليوم العالمي للسكري في هيئة مستشفى ابن سينا بالمكلا، والتي تتضمن حملة علاجية وتثقيفية مجانية تستمر طيلة الشهر الجاري. التفاصيل في هذا التقرير. تعبيرا عن التكاتف المجتمعي لمحاربة داء السكري، دشنت الرابطة الحضرمية فعالياتها في هيئة مستشفى ابن سينا بالمكلا بمناسبة اليوم العالمي للسكري. طبعا كنا اليوم في فعالية، وهي فعالية الاحتفال باليوم العالمي للسكري الذي يصادف كل عام 14 من نوفمبر، وهي مناسبة يحتفل بها العالم شرقا وغربا من أجل رفع الوعي حول مشكلة مرض السكري، بالإضافة إلى رفع الإدراك المجتمع والسلطات حول أهمية محاربة هذا الداء. في عيادة السكري عندنا 1800 حالة، نعاين حوالي يوميا 30 حالة، بمعدل أو إجمالي 6000 حالة معينة مع صرف علاج. أي مريض يدخل عندنا نسوي له ملف ونسوي له فحوصات روتينية زي فحوصات السكر، فحص الدم الشامل، فحص الكوليسترول، فحص الكبد، نشيك عليهم برضو نسويها بين فترة والثانية. ولأن الوقاية خير من العلاج، ركزت هذه الفعالية على التثقيف الصحي لمرضى السكري والضغط، إلى جانب إجراء المعاينة والفحوصات وتقديم العلاج المجاني لهؤلاء المرضى. نحن ننصح المرضى أو أنه قبل ما يكونوا مرضى أنه واحد يتبع التعليمات الصحية، يغير من نوعية الأكل اللي يأكله، المشي نص ساعة يوميا، مثلا التقليل من الحلويات. الحين زاد الناس يأكلون أكثر شيء حلويات، يعني كل معجنات، ما في أكل صحي، ما في خضرة، ما في فواكه، ما في ألياف. الخدمات هنا يعني ممتازة، لأنه كنت نفحصنا في مكاين ثانية، يعني في جمعيات ثانية وهذه، لكن بالنسبة لوجودي هنا تحسنت الحالة، ونقص السكر كان يطلع إلى 180 الآن يوم 114. هذه الحملة تستمر طيلة الشهر الجاري وتهدف إلى مساعدة مرضى السكري للتغلب على المرض والاستمرار في تقديم الخدمات الصحية العلاجية والتثقيفية وبشكل مجاني. لقناة الغد المشرق، محسن بالبحيث، المكلا. افتتحت في العاصمة الإماراتية أبوظبي فعاليات الدورة الأولى للكونغرس العالمي للإعلام، المؤتمر الأول من نوعه في الشرق الأوسط لبحث مستقبل الإعلام والتحديات التي تواجه هذا القطاع. وخلال فعاليات الحدث ستبحث 170 شركة عالمية متخصصة في صناعة الإعلام ومئات الشخصيات الإعلامية لتطوير قطاع الإعلام وابتكار الحلول الفريدة لمعالجة المشكلات التي تواجه المؤسسات الإعلامية على مختلف الأصعدة.
أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا وللمرة الأولى من فلوريدا أقوى صاروخ في العالم إلى القمر والمسمى SLS، وتعتبر هذه الرحلة التجريبية التي تنطلق بعد نصف قرن من آخر رحلة أمريكية إلى القمر ضمن برنامج أبولو، ولن تهبط الكبسولة أوريون غير المأهولة على القمر، بل ستقترب منه عند مسافة تصل إلى 64,000 كيلومتر، وتهدف المهمة التي يتوقع أن تستمر 25 يوما إلى التحقق من أن هذه المركبة الجديدة آمنة لنقل الطواقم أو طواقم مستقبلية إلى القمر في السنوات المقبلة. نهاية النشرة، للمزيد من الأخبار تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي ظاهرة أسفل الشاشة. إلى اللقاء.